مساء دمني البارح دخلت نعم في طلع على رياكسيون نلقى نسبة من نسبة لنا نقول محترمة ولكن موجودة من جماهير الإفريقي مغشينا لعب 3 مليون سي أو بوان اللي يقولوا يستاهل معناها نجم يكون فاشل في قراراته في أنا كان لي خلاف مع 3 مليون سي وذات يوم معناها قلب علينا الرأي العام تاع النادي الإفريقي وهبط بلاغ كان كاذبا فيه لم يقول الحقيقة ما كانش كوريكت حتى في عركة ما بيناتنا ولكن هذا يتنسى اليوم نحكيوا على حبس مفهوم هذا برهان اليوم أنا نتشافيه في رئيس جمعية وما المطلوب اليوم نجم نسكتوا على عبد السلام خليه في الحبس اليوم جماهير الإفريقي جمعية اسمها الكلوب الرؤساء القدم متاع النادي الإفريقي رغم الأزمة المالية اللي عندهم أنا بوضوح وبشكل مباشر أقول لك سيكون وستكون وصمة عار على النادي الإفريقي أنه يقاد عبد السلام اليونسي بهكذا وضعية وبهكذا ظروف إلى السجن. نعرف أنا مانيش نقصد على القضاء، القضاء خدم خدمته ولا أحد فوق القانون، نقصد في عائلة النادي الإفريقي سيكون عار عليها أن تترك عبد السلام اليونسي وحيدا في مواجهة مصيره. عبد السلام اليونسي في القضايا هذية والشيكات اللي دفعها ما دفعهاش باش يشري ثانية ولا باش يشري ضيعة ولا باش يشري دار، خاطر كان عملها هكا راهو باع الدار وخلص شيكاته، دفعها وقت اللي هو رئيس النادي الإفريقي وكل مصاريفك الكبيرة هذيك اللي الناس الكل تعرف ايش معناها رئيس تاع جمعية كبيرة شي نجم يعمل تبرك العباد وتفلس يا مشيوخة في الخليج فلست على خاطر إدارة كرة. حوكمة وطريقة تسيير عبد السلام اليونسي في النادي الإفريقي قضية أخرى، حكاية أخرى، أنك تخطئ في التسيير ترتكب أخطاء، سبحان من لا يخطئ، نعرف الناس كل الورثة اللي ورثها عبد السلام اليونسي، لكن رئيس جمعية كبيرة كما النادي الإفريقي راهو عندما سيكتب التاريخ راهو دخل للحبس رئيس سابق للنادي الإفريقي. إن شاء الله رجالات النادي تسمع النداء هذايا، إن شاء الله العباد اللي قادرة، لأنه نعرف أنه جزء من الشيكات هذية مشكلة بينه وبين النائب متاعه اللي هو سي حمزة الوسلاتي، إن شاء الله جزء منها مش جزء منها إيه. إن شاء الله يلقاو الحل مع 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 أخونا مع أخونا حمزة، إن شاء الله يلقاو الحل في بقية الشيكات ويتم الخلاص متاعهم، لأنه مش معقول راجل معناها تطوع في ظروف صعيبة وانتخب ما جاش عين روحه رئيسا للنادي الإفريقي وانتخب في جلسة عامة ينتهي به المصير للسجن على خطر شيكات النادي الإفريقي صحيح، وزاد أيضا للرياضة التونسية اليوم شكون اللي باش تلقى النوادي رؤساء يتحملوا مسؤولية التسيير في هالظروف، وما هوش الرئيس الأولاني على فكرة، عندنا رؤساء هاربين، عندنا سي عبد السلام السيداني هارب في الكباس، سيد أحمد القروي مات من غلبة بتاعه وبغصته في الحكايات هذية، وضع صعب، ربي خلينا نشوفوا أسرة النادي الإفريقي تتكاتف حتى يتسوي الوضعية تاع الجملة اللي قلتها بربي هبطوا هنا تيتر، سيكون عار على الإفريقي لو تسمح أنه ولدها ورئيس سابق يدخل الحبس مهما كانت الاختلافات مع طرق. هاني قلت كانت معنا عركة شخصية كانت مع عبد السلام اليونسي، ولكن مهما كانت المشكلة والانتقادات اللي نحكيوا على واحد البارح تهز منه تيق قدام ولاده ومرته وعائلته بسبب الكورة، ربي باش يتفهم أكثر، باش يتفهم أكثر، خاطر ممكن العنوان ما ينجمش يتفهم عار أنه ما ينجمش، لا اللي عنده شيكات سون بروفيزيون الله غالب كيف وكيف عار ال 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 ال